أكيد جنازة مش مسيرة. حزناً على وضع الصحة. إحنا بنتكلم بقالنا 5 سنين قبل الثورة، بعد الثورة مرحلة انتقالية، بعد سلطة منتخبة مفيش تغيير خالص. ميزانية الصحة ميزانية ضعيفة، مش بس ضعيفة عشان إحنا دولة فقيرة، دي كمان مهدرة. يعني الميزانية الضعيفة دي بتضيع في القوافل الطبية وفي تجليد المستشفيات بالرخام والجرانيت والسيراميك، وهي مستشفيات ما فيهاش سرنجة، ما فيهاش أمبولة مسكن، ما فيهاش جوانتيات. في بلد في أحسن التقديرات فيها ثلث الناس عندهم فيروسات كبدية، الدكتور بيخيط 5 و6 و7 وأحيانا 10 حالات بنفس الجوانتي. فالوضع ده ما ينفعش. إحنا بنقدم حلول، عندنا حلول على مدى بعيد. يعني ممكن نعمل جدولة لرفع ميزانية الصحة عشان نوصل من 4.5 ل 15، وعندنا حلول فورية. يعني ممكن فورا ناخد الفلوس المهدرة دي نوجهها للاستقبالات والطوارئ، خدمات الطوارئ اللي احنا بنسميها الأماكن المتغلقة. ده ما بيحصلش ليه؟ احنا بنتكلم كده بقالنا مدة، بقالنا 40 يوم مضربين بنقول. طب بعد شهر، بعد مرور أكتر من شهر من الإضراب، 40 يوم. استجابة الحكومة طيب لمطالبكم والإضرابكم عاملة ازاي؟ كتروا الاجتماعات في اللجنة النقابية الوزارية، يعني بدل ما بيقعدوا مع ممثلين معينين من النقابة مرة كل شهر بقت كل أسبوع، وبعدين بقت مرتين في الأسبوع، وده قمة الاستجابة. بقوا بيقعدوا كتير وبيتكلموا أكتر. طيب كيف ينتصر الأطباء في إضرابهم؟ إيه الخطوة الجاية؟ احنا كل أسبوع بنعلن عن خطوة. احنا في فعلا تغيير، ان بقى عندنا تأييد مجتمعي واسع، تأييد مجتمعي الحقيقة من كل أطياف المجتمع، أحزاب يمينية، أحزاب يسارية، أحزاب دينية، أحزاب إقليمية، في تأييد واسع جدا. القضية قضية الشعب المصري كله. طب الإخوان المسلمين هل مشاركين في الإضراب؟ شباب الإخوان في منهم كتير مشاركين، شباب الإخوان مشاركين، قيادات في منهم كتير ضد الموضوع، بيتصور الموضوع وإنه محاولة لإسقاط حكومة مرسي، يعني كلام ليس له موضع من الإعراب. وإحنا ولا عايزين نسقط ولا عايزين نعدل ولا عايزين نغلب، إحنا عايزين باختصار يبقى في صحة في مصر نعرف نعيش بكرامة. دلوقتي الدكتور بيستحمل هذه الأوضاع البشعة علشان يخلص ماجستيره أو زمانته يدخش من بلد، بلاقي في المستشفيات الدكاترة للحد 30 أو 30 بكتير، بعد كده هو فوق 50، عشان يدوبك الدكتور بيخلص الدراسات العليا بتاعته وبيطفش. يعني أنا بفقد أكتر فترة فيها عطاء الدكتور وهو عنده خبرة علمية مميزة. طيب المواطن المصري لو عايز يتضامن مع إضراب الأطباء يعمل إيه؟ يروح أقرب مستشفى ليه، يكلم الأطباء ويكلم المرضى التانيين اللي بيبقوا أحيانا مش متفاهمين. إحنا بنحاول دايما نكلم مرضانا ونشرح لهم، في مرضى بيفهموا في مرضى ما بيفهموش، في يساعدنا في ده، ده تبقى حاجة جميلة جدا. إحنا بنعلن على فعاليات، بنعلن عنها في الجرايد، وبنعلن على فعاليات كل أسبوع. الفعاليات دي بتبقى بهدف إصلاح الخدمة الصحية وإصلاح أحوال مقدمي خدمة صحية. لو رجل يتضامن معنا طبعا هيبقى حاجة جميلة جدا. بالتوفيق يا دكتور.